رمضان شهر مشبع بالملايين. صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. جزء تخيلي أستاذي قد تعيق قائم على دراسة بطني وحنك أهم أعضاء الجسم. ليه طلبة الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص؟ أستاذي كان واخد دكتوراه أمراض بطن وهو رقم واحد في القلب في مصر، بس اشتغل القلب بعد ما بقى بطني محنك. بطني يعني بطن، باطنة يعني غير ظاهرة. ما هو الكبد؟ ما هو وظيفة الكبد؟ الكبد من أهم الأعضاء اللي في الجسم لأن وظيفه كتير جدا. تعالى المريض عنده تليف كبد، أقول له ممنوع تصوم، وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. بأول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. الكبد فشل في انه يحول السكر لجلايكوجين، لكن الراجل ده ما عندوش سكر وعنده بنكرياس سليم فرح حربه. في ناس فاكره ان وظيفه المعده في الناس الكبار هي الهضم، طب اللي شال معدته يبقى زيه زي بتاع الكبد. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه، اي مرض تمتص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله، الكبد هو مصنع الكوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه الى الموت؟ الكبد. الاستاذ الدكتور حسام موافي عضو لجنه القطاع الطبي بالمجلس الاعلى للجامعات دوره 2018-2021، استاذ طب الحالات الحرجه كليه طب القصر العيني جامعه القاهره، عميد كليه الطب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الامناء بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الامراض الباطنه قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعه القاهره، رئيس قسم طب الحالات الحرجه جامعه القاهره، مؤسس الوحده الثالثه لطب الحالات الحرجه كليه طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية. رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. طبعاً النهاردة اسمحوا لي أن نرحب بضيف العزيز أستاذنا أستاذ الأساتذة أستاذ الدكتور حسام موافي. هذا يوم عيد يا فندم. الله يحفظك يا يعني الله. أنا سعيد جداً بهذا اللقاء. الله يبارك فيك يا رب. الجزء الرابع. ربنا يوفقك إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك لينا. التشخيص بتاع السكر كانفستيجيشن بقى. برضو هعيد تاني الكلمة اللي قلتها في الحلقة الماضية، ان كل مريض سكر متشخص قصاده واحد مش متشخص. لما بتكلم على 3-4 مليون عندهم سكر، 3-4 مليون مش متشخصين. فعشان كده اللي هقوله ده مهم جدا جدا الناس كلها تعمله، سواء بنوك، شركات، مصانع. الدولة دلوقتي بتعمل اللي هي المبادرة بتاعت الرئيس اللي هي عظيمة. 100 مليون صاحب يعملوا السكر. سكر والضغط حاجة عظيمة حلوة جدا جدا, جداً يعني. خصوصا السكر يعني يمكن السكر والضغط السكر اكتر كمان. انا جالي ناس كتير جدا قال لي ما كنتش اعرف عن السكر الا من المبادره. وهو كويس، هو بيقول انت عندك سكر وشوف وياخد علاج، ده بياخده علاج بالمجان كمان. اذا كان له تامين صحي خلاص مشكلته انتهت يعني.
ازاي نشخص السكر؟ استشعر السكر عادة ان الصورة الإكلينيكية تكفي. واحد بيعطش قوي، واحد بيخس رغم انه باكل كويس، وبيتبول كتير، عادة تكفي. انما ده لا يغني بتاتا عن المعامل. ليه؟ المعامل نمرة واحد هتؤكد، نمرة اتنين هتقول لي هو درجة دي يعني السكر بقى واحد 400 زي واحد 180، مش ممكن. فعشان كده المعامل واقفة جنبنا او هاند ان هاند معانا في تشخيص مرض السكر. اول حاجة عندي قياس السكر في الدم، سهلة. طب ما هي طرق قياس السكر في الدم؟ عندي اكثر من طريقة. صائم فبيصوم قد ايه؟ 8 ساعات ويجي قيس. اذا الصائم طلع عالي غالبا يغني عن الباقي، غالبا يغني عن الباقي. طيب في حاجة اسمها منحنى سكر في الدم، هتكلم عليه طريقة تانية. نمرة ثلاثة ممكن اخد عينة واحدة بس بعد الاكل، بعد الاكل بساعتين. فيبقى عندي اكثر من طريقة لقياس السكر في الدم، اما صائم واما بعد الاكل بساعتين واما منحنى سكر في الدم. يعني ايه منحنى سكر في الدم؟ يعني عين هيجيلي صايم، هيجيلي صايم واخد له العينه الاولى واسميها رقم واحد، انبوبه مقطوع واحد وايه ودم وشيل، واقول له كل. كنا زمان بنسيبه ياكل، فواحد ياخد مربى قد كده والتاني ياكل شيبسي والتالت ياكل سندوتش فول، قال لك ما ينفعش. وحد، كانت 50 جرام جلوكوز بقت 100 جرام. الجلوكوز طعم وحش قوي، الجلوكوز طعم وحش، محدش يفتكر الجلوكوز ده يا اخوانا اللي هو في القصب لا الجلوكوز طعمه مش حلو، فبنسقعه قوي عشان يقبله ونحط عليه ليمونه، فيبقى زي الليمونات بس طعمه مش حلو. 100 جرام ياخدهم، وبعد نص ساعه بالظبط اخد عين الدم، وبعد ساعه بالظبط اخد عين الدم. عندي 3 عينات، عينه صايم، عينه بعد الاكل، بعد الجلوكوز بنص ساعة وبساعة وبساعة ونص وبساعتين وبساعتين ونص. أنا واخد 6 عينات أهو وابعتهم المعمل، أقول لهم لو سمحتوا شوفوا لي السكر في كل عينة كام. العينة الأولى هتكلم على واحد طبيعي، العينة الأولى هتطلع 80 اللي هي صايم، بعد ما خدت الجلوكوز بقت 100، طب وبعد ساعة بقت 120، طب بساعة ونص بقت 100، طب بعد ساعتين بقت 80 تاني. فكيرف عامل كده طالع ونازل، بدا ب 80 وعلي لحد 120 او 130 ونزل 120 ونزل تاني لل 80 تاني. ده هو منحنى السكر في الدم. له 3 مواصفات عشان يبقى طبيعي، له 3 مواصفات عشان منحنى السكر ده اقول عليه طبيعي. واحد، ان يبدا بين 80 و 120 صايم. اتنين، انه يطلع الماكسيمم بتاعه في ساعة، وهذا الماكسيمم يكون اقل من درجة الكلى في انها تفوت سكر. يوصل اعلى حاجة 160 لازم يكون اقل من الكلى. نمرة ثلاثة، يعود لما كان عليه في ساعة او ساعة ونص. ثلاثة، لازم يرجع للنقطة اللي بدأ بيها، البريتست ليفل. عندي 3 مواصفات، 3 كرايتيريا عشان اقول ده نورمال، عشان اقول ده طبيعي. يبدا من 80 ل 120، يطلع في ساعه، وهذا والرقم اللي طلع له لازم يكون هتكلم يعني ايه رينال ثريشولد بعد شوي لما اجي اتكلم على تحليل بول، ويعود لما كان عليه بعد ساعه. يبقى عامل كده طالع ونازل، هذا هو منحنى السكر في الدم. اي انحراف عن الثلاثة سكر، اي انحراف بدا 80 لا بدا 120 او 140 خلاص خلاص انتهت المشكله. بدا 80 لكن طلع في اكتر من ساعه، بدا 80 وطلع اكتر من الكلى ما بتعدي البول نتكلم عليه بقى سكر. رجع في وقت متاخر جدا، ما رجعش في ساعه، ساعتين ثلاثه عشان ارجع كما كنت، يبقى ده سكر. يبقى ديفيشن فروم اني one of these three criteria is considered diabetes. اللي هي اي انحراف من الثلاث نقط اللي قلتهم يعتبر سكر. فتشخيصه سهل، اما انك تطلب صايم، اذا طلع الصايم عالي خلاص
اما بعد الاكل بساعتين جميل جدا جدا، اما تطلب بقى اذا انت حنبلي تطلب بلاد شوجر كيرف اللي هو منحنى السكر في الدم. ده مش حنبلي قوي. لماذا؟ في حاجه اسمها جلوكوز انتولرنس، يعني ما هوش مريض سكر لكن هو ريسكي، اللي هو كل سكره عالي ورجع تاني نورمال، هو انتولرنس بس ده ريسك فاكتور في السكر. بتحصل في التخان، بتحصل اثناء الحمل، بتحصل في الكبار، بس اتابعه لانه ان اجلا ام عاجلا هيجيله سكر. بس هو مش مريض سكر لسه، لا عنده حاجه في الاوعيه الدمويه ولا في الاعصاب. ده مهم جدا. اول بحث نبحثه هل هو ده جلوكوز انتولرنس، عدم تقبل السكر، ولا ده مريض سكر؟ وبنفرقهم بسهوله جدا بالكيرف والحاجات اللي قلناها. تحليل البول له قيمه كبيره. نقف هنا بقى. السؤال الان اللي مطروح الناس تجاوبه قبل ما نجاوبه، هل يعتمد على تحليل البول في تشخيص ومتابعه مرض السكر؟ لا. برافو، اللي يقول كده نروح عاملين له كده صفر. لا يعتمد على البول لا في التشخيص ولا في المتابعه. طب نبدا بالشق الاول، ليه ما شخص بيه؟ ممكن يجي عندي سكر في البول وعندي السكر، كلا اللي فيها مشكله. صح. انا قدرتي في الاكل يا ايمن نص كيلو كباب، لو جبت لي 8 كيلو هاكله، طب ربع كيلو هاكله، طب نص كيلو الريشه هاكله، طب نص كيلو هاكله، طب كيلو ما اقدرش، انا قدرتي نص كيلو. فالنص التاني سبته. الكلى السكر نازل، قدره الكلى على انها تمتص السكر محدوده، ربنا عاملها خلاص. اي حاجه زياده عن القدره دي يظهر في البول. يعني ادي الانبوبه اللي بينزل فيها الميه فيها سكر، يخش الدم طالما هذا الجدار قادر على انه ياخده برقم معين. قدره الكلى هنقول 160، يبقى ما زاد عن 160 هيظهر في البول والباقي يخش في الدم. ساعات ناس تتولد بقدره كلى 100 واطيه، فحتى السكر الطبيعي يظهر في البول، لان انا مش قادر ادخل السكر. مش عارف الناس فهمتني ولا لا. اوكي. اللي هي اسمها رينر ثريشولد. الثريشولد بتاع الكدني ساعات يبقى انت مولود الثريشولد ده واطي، فيبتدي السكر يظهر وانا عندي السكر، يبقى لا يعتمد في التشخيص. طب في المتابعه بالتغيرات اللي بتحصل في الكلى، هذا الثريشولد اللي بكلمك عليه يعلى، هيبقى 200، يعني معناها السكر مش هيظهر في البول الا لو فوق 200. السكر عادي، مصيبه. مش شايفه في البول. لا يعتمد على تحليل البول لا في تشخيص ولا في المتابعه. لكن فايدته ايه؟ سكرين. انا دخلت مدرسه، مش معقول هقول لهم هاتوا دم يا اولاد ادوني بول، اللي طلع فيه سكر هاتولي بقى، ده عايز مور ستادي، يعني عايز اخد له دم دراسة عشان اطلع يطلع كذاب ان هو السكر في البول ده خطا، لان مخلوق هو ان الثريشولد واطي، يا اما فعلا هو مريض سكر نبتدي نحاسبه. فالبول، طب هل في البول حاجه تانية؟ طبعا حاجتين مهمين جدا. مفيش عيان سكر بول الا لما اشوف اسيتون، ده مهم جدا. يا معمل شوف لي الاسيتون. هتقول لي الاسيتون غيبوبه، اقول لك لا، الاسيتون ده واحد ماشي على رجله بس ايرلي الحقه. تمام. ثلاثة البروتين الالبومين، مش شرط يبقى جرس، مش شرط يبقى كتير، ممكن مايكرو البومين كمية قليلة جدا تدلني على ان بدأت تغيرات الكلى تحصل فاخلي بالي. فهذا هو تحليل البول. يبقى انا خدت تحليل دم للسكر وتحليل بول للبروتينات، مهمة جدا. هل في ابحاث تانية؟ الاف. واحد عنده سكر ومش مطمن قوي لصدره، بيقول لي انا هنا تقل ومش عارف ايه، رسم قلبي بالمكوت. تقول لي ده الذبحه في السكر ما لهاش الم، قلنا الكلام ده مش صح قوي يعني. فيبقى هذا العيان اللي يعمل رسم قلبه، يعمل موجات صوتيه. تمام. يقيس الكوليسترول، مهم جدا جدا. بص بقى الكارثه، تلاقي عيان عنده سكر، السكر
ريسك في الشريان التاجي وكوليسترول عالي، كوليسترول عالي ريسك في الشريان التاجي وضغطه عالي، الضغط العالي ريسك في الشريان التاجي وببجاحة بيدخن، يعني ده ريسك أسوأ ببجاحة بيدخن. يعني ألا يكفي السكر أنه يفسد الشريان التاجي؟ ده اللي يسدق فيه زادة الطينة بلة. فده اللي أنا بزعل جدا، يعني عيان لا عنده سكر ولا ضغط ولا كوليسترول، لا ولسه خد التالتة بقى ومن أسرة سيئة سمعة في القلب وتلاقيه بيدخن. التدخين خطر جدا في مريض السكر، لأن التدخين عامل خطورة في الشريان التاجي، والسكر عامل خطورة، والضغط والكوليسترول والعيلة. فلو توفر دول، طب انت هتعمل في ما السكر سكر والضغط ضغط والكوليسترول كوليسترول والعيلة عيلة، تقوم تحط عليهم كمان أنعنف أنواع الخطورة على الشريان التاجي وهو التدخين. فنبحثوا جيدا جدا من كل حاجة. الشبكية، فحص الشبكية يا أيمن مهم جدا جدا في مريض السكر، أي أن المريض لازم يساعدني فيه واحد بتاع رمض يقول لي الراجل ده فيه تغيرات في الشبكية ولا لا. نشوف التوصيل في الأعصاب، سرعة التوصيل في الأعصاب، ده اختبار لذيذ جدا وسهل، بنقيس فيه الكهرباء بتمشي بسرعة قد إيه. اللي عندهم التهاب في أطراف الأعصاب في السكر ده بيطلع بطيء، الكهرباء مش ماشي، عشان نشخصه صح. ليه بقى؟ أنا دلوقتي واقف على رجلي أيمن، أنا حاسس إني واقف بإيه؟ بالجهاز العصبي، بالديب سنسيشن، مش حاسس إني واقف بالجهاز العصبي. طيب أنا مش قادر أحس بالجهاز العصبي، أعتمد على العين؟ أظبط بعين، والمخيخ لو ملت قدام شوية أرجع تاني، لأني شايف. أتفضح إمتى؟ لو غمضت عيني، أو الدنيا غمضت عليا، أو الدنيا غمضت. فالعيان يقول لك أنا بدوخ، والدكتور يدوخ معاه سكر، ده انت 170 يا راجل ما يدوخش، ده انت السكر مش واطي عشان تدوخ، القلب زي الفل. هو كل القصه اعمل له الاختبار ده، غمض عينه هتلاقيه ابتدى يتهز ويدوخ، فده من التهاب اطراف الاعصاب، مش حاسس هو فين. ديب سنسور لوس، لان هو بيغمض عينيه في حالتين، لو هو بيغسل وشه الصبح دايما يقع يعني، او الدنيا غمضت عليه اللي هو دخل السينما والدنيا ضلمه، يعني دخل او النور اتقطع يعني في مدخل. في ناس كتير قوي عندهم الدوخه دي ومش عارفين يفسروها، هي تفسيرها سهل جدا، بس الاختبار حلو جدا، اختبار سرعه توصيل الاعصاب عشان نعمل، بنسميها سنسور التاكسي يعني للطلبه، سنسور التاكسي. فده بيتعمل وبيجي حلو جدا جدا، يساعدك في تحليل وظائف كبد مهمه، لان احنا عارفين كويس جدا ان ترسب الدهون في الكبد احدى مضاعفات السكر، قد تتسبب في تليف. كنا زمان نقول لك دهون الكبد ده حاجه، لا ده في دلوقتي فاتس الرز اللي هو خطير جدا جدا، زي بالظبط تلاقي واحد عنده سكر وعنده دهون على الكبد وبياخد كحولات، الله يخرب بيته، يخرب بيته فعلا. ده زي المدخن، نفس القصه، فهيأثر على وظائف. بس بتاع الكحول ده الله يخرب بيته يعني ألف مرة، لأنه يعني ملوش فايدة. أنا حضرتك قلت لي على الكحول مرة جملة مهمة جدا أنت حافظها، يعني إيه ده ذنب؟ مفيش فيه أي ميزة، طب اللي بيشرب. لا أنا مرة واحد سألني سؤال حلو جدا، طالب قال لي يا دكتور حسام ليه الخمرة أم الكبائر؟ قلت له طب قول أنت. والله اولا انا بجاوب حساميه، ماليش دعوه بال خالص خالص يعني. قال لي لان اللي بيشرب خمره يعمل اي حاجه، ممكن يزني، يسرق، يقتل، لانه مغيب. قلت له انا متهيألي لا. قال لي امال ليه هي ام الكبائر؟ قلت له لو قارنت الخمره بالزنا، الزنا غريزه معرفش ينظمها، السرقه غريزه، حب المال ده غريزه، انما الخمره بيعاند ربنا. شرب اول مره كح وطرش واتقرف ووقع، تاني مره الناس ضحكت عليه، فضل يعمل كده بيعاند ربنا لحد ما خد عليها وبقت تكيفه. لا يمكن واحد يا ايمن يكيف الخمره من اول مره، لا يمكن. اول مره بيلعنها، طب شرب تاني ليه؟ تالت ليه؟ رابع ليه؟ لحد ما بقت جزء من
فده فعلا أم الكبائر. إصرار على عند يا أخي ده أنت دي مش غريزة. أنت نورتنا الله يحفظك وأسعدتنا سعادة غامرة بوجودك معنا أستاذنا الأستاذ دكتور حسام وافي. كالعادة كان ممتعا، في واحد من أجمل حواراته وأكثرها علما في سلسلة السكر طبعا ما زال مستمر الحوار في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. النهاردة اخترنا أن احنا نتكلم على الجمال الكلاسيكي. الفكرة كلها عشان تحافظ على 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 نفسك هم حاجتين، هيلثي فود او اكل صحي وممارسه رياضه. هو ده الجهاز الجيبلازم. على فكره المسدس ده هيتغير بمسدس جديد، هيبقى مبطط اكتر وارفع اكتر. لو انت جاي عشان تنزل وزن مش انا اللي المفروض اعمله، مش انا الشخص اللي جاي، مش انا شخص مناسب. جراحه التجميل ليس محافظ للوزن. أنا شايف الـ PRP دي من أحسن الحاجات اللي تحافظ على الوش. جراحة تجميل الوجه إن أنا أرجع الوجه لمقاييس جماله هو. أنا مش جاي عشان أطلع واحد تاني، أنا جاي عشان أطلعك باللي يليق عليك. دراسة نشرتها جريدة البيان الإماراتية عن تطور ثقافة التجميل لدى المواطن العربي بتشير فيما يخص مصر نقلاً عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى وصول عدد عمليات التجميل ما بين 50 و 100 ألف عملية سنوياً في مصر، بخلاف العمليات التي يجريها مشاهير المجتمع في الخارج. وأشارت إن أكثر من 90% من النسبة دي للسيدات مقابل حوالي 10% لعمليات التجميل للرجال، وإن أكثر من 60% من السيدات والفتيات غير الراضين عن مظهرهم أصبحنا بتأثير التقنيات الطبية الحديثة وتطور هذا المجال الطبي في مصر لا يترددن في اللجوء لجراحات التجميل إذا توفرت لهن الإمكانيات. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة حوار ممتع ومثير في عالم التجميل. دايماً عالم التجميل له طبيعة خاصة جداً، والنهاردة اخترنا إن احنا نتكلم على الجمال الكلاسيكي. مش هقول جمال الستينات بس، يعني جمال الستينات السبعينات، جمال الكلاسيكيات. إزاي كانوا بساط في تعبيراته، مش مبالغين. وخليني وأنا بكلمكم، طبعاً أكيد في نجوم كتيرة، بس يعني مارلين برو في الغرب، مثلا بريجيت برادو برضو نفس الكلام. ازاي الناس دي كانت مهتمية جدا بقياسات التجميل بتاعتهم. برضو هنا في مصر، بلاش بقى نطلع برا مصر، لا نرجع جوه مصر، في نماذج للجمال فعلا البساطة هي عنوانهم. التناغم والتناسق بين ملامحهم هي عنوانهم. يعني مثلا فنانة الجميلة هند رستم. هند رستم ببساطتها بتكوينها مارلين برو الشرق زي ما كانوا بيشبهوها، لكن جمالها كان في البساطة، مفيش شيء مبالغ فيه في أي رياكشن في أي شيء. سعاد حسني، أنا في رأيي إن سعاد حسني يعني كمان من الجميلات اللي وشهم اتغير مع الزمن واستفادت، ما عدا بقى المرحله اللي هي خلاص الاكتئاب وبتاعه المرحله الاخيره في عمرها. لكن مثلا هم دلوقتي جايبين لها صوره في يمكن خمسينات، دي السبعينات، يمكن حتى في الثمانينات، يعني لما كبرت شويه برضو كانت متحكمه في شكلها. لكن في اسطورتين عايزين اكلمكم عنهم
في عالم الجمال عبر المحافظة بقى، إزاي حافظوا على شكلهم لغاية دلوقتي. نيلي الفنانة الجميلة الرائعة، ولبلبة الفنانة الجميلة الرائعة، أيقونتين جميلتين جدا. نيلي ولبلبة بدون طبعا يعني ألقاب، مع حفظ الألقاب طبعا، نجوم. دي نيلي دلوقتي، دي نواديز، دي صورة ريسنت جدا ليها، دي ريسنت جدا، يمكن مثلا من شهور أو من سنة، واللي فاتت دي من شهور. الفرق إيه؟ بالعكس أنا شايفها أجمل دلوقتي، يعني هي نيلي أحلى دلوقتي يمكن من قبل كده. لبلبة كمان الروح بتاعتهم على فكرة، هو الاثنين عندهم روح رائعة. دي من يعني من أواخر الصور للبلبة، ازاي التعبيرات الوجهية الجميلة وشها على الحقيقة. وأنا الاثنين شرفت بأن أنا أكون صديق ليهم، يعني بشوفهم من قريب، مش مجاملة يعني. دي نشوف لبلبة دلوقتي أجمل من لبلبة أنا في رأيي في عصابة حمادة وتوتو مع الفنان الجميل عادل إمام. طبعا ما شاء الله ربنا يعني يحفظهم. الفرق بين الصورتين، الصورة الأخيرة والصورة دي سنين مش قليل، ازاي المحافظة؟ ده سؤال مهم جدا. أول سؤال هسأله الضيف العزيز، الاسم المتميز وصديقي العزيز الذي يمتعني بحواره دائما، أستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات تجميل بكلية الطب. أهلا بيك يا دكتور حاتم. أهلا بيك دكتور. أيوة زي حضرتك. ازاي في رأيك الستات حافظوا على جمالهم في الستينات والسبعينات بهذه الطريقة؟ ايه جمال الستينات والسبعينات وليه رجع موضة تاني؟ هو الفكرة كلها عشان تحافظ على 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 نفسك هم حاجتين، هيلثي فود او اكل صحي وممارسة رياضة. لو انت عملت الاثنين دول خلاص اتس اوفر، هتحافظ على نفسك اطول فترة ممكنة، تنام بدري وتصحى بدري وتلعب رياضة وتاكل كويس، تاكل هيلثي فود، خلاص اتس اوفر. ده الكلام دلوقتي اللي بيتعمل لكل الناس عشان تقدر تحافظ على شكلك او شكلك اطول فتره ممكنه. هو دول الاساسيين في اي حد عاوز يحافظ على شكله الجمالي. هما الناس دي كانت زمان محافظه على شكلها، بتمشي كتير، بتلعب رياضه. نيلي ومدام نيلي ومدام لبلبه معروفين ان هما كانوا ممارسين رياضه والشدة، بيلعبوا رياضة كويس جدا اكل سليم، وهم شكلهم حلو من زمان لحد دلوقتي، وشكلهم دلوقتي احلى من زمان كمان. زمان ده بتقول انا الاثنين بشوف يعني اصدقائي بشوفهم من قريب جدا، مفيش تجعيد في الوش. انا هقول لك حاجه، يعني كنت اتشرفت قابلت مدام نجوى ابراهيم. دي بقى ثالثه المعجزات مزيلة بموت فيها. قالت لي انا ما عملتش ولا عمليه تجميل، وهي فاهمه ما عملتش ولا عمليه تجميل. كانت بتلعب رياضه، انا لو قلت لك بتلعب ايه مش هصدق. ايه؟ رمي وقص ورمي كل. بتلعب العاب قوه. وقالت لي شوف عضلاتي. بسم الله ما شاء الله. وهي دلوقتي احلى من فيلم الارض. يعني شي از فيري بريتي. هي دلوقتي هانم. احلى من صورتها في فيلم الارض. انا بقول لك شي از فيري بريتي، انا بتكلم عن حد انا قابلته شخصيا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الثلاثه بيجمعهم حاجه غريبه بقى، الثلاثه رياضه، مش بس الرياضه، جمال الشخصيه، جمال القلب، الثلاثه هانم هانم، سكر، خف الدم، قلب طيب. قابلت برضو مدام هند. هند رسو. قابلتها مع دكتور محمد فياض. الله يرحمه. الله يرحمه. ما ينفعش تخش تتكلم معاها الا وتقول لها هند هانم. انت عارف يعني ده هو ما ينفعش، ما فيش مجال. طريقه الكلام، طريقه المعامله، يعني حد كده. سؤال بقى مهم، هل في مقاييس جمال ثابته ولا الامور متغيره من الستينات لغايه دلوقتي؟ بص، هو مقاييس طبيه ثابته، مقاييس موضه مختلفه. كويس. النحت، كل الناس بتفكر في النحت، عاوز انحت. لحد سنه فاتت او يعني لحد شهور فاتت كان يسموه كيم كارديشان ستايل، او شكل الاساسي اللي هو بتاع كيم كارديشان، اللي طلعته كيم كارديشان بريالتي تي في بتاعها بكل الكلام ده كله، اللي هو يبقى وسط صغير والاجناب والارداف تبقى ممتلئه زياده عن اللزوم. الكلام ده بقاله شهور اتغير،
رجعنا لاسم جمال الستينات. وعلى فكرة it is 60s هو بيسموها هناك 60s curves أو منحنيات الستينات اللي هو الشكل الطبيعي بدون أفورة فيه اللي هو شكل مارلين مونرو، شكل مدام هند رستم، الشكل اللذيذ الجمالي بدون ما يكون أوفر. فده رجعنا فيه دلوقتي في أساليب النحت الجديدة أو الشكل اللي بيطلب كتير دلوقتي، بشرط إن الشكل ده يتناسب مع المريض، إن مش كل المرضى ينفع لهم هذا الإيه الشكل. بس الفكرة كلها السيمبلستي أو البساطة، بدون أفورة في الأشياء. يعني بقى حكاية إن أحقنهم بكمية كبيرة أو أكبر مناطق معينة بقى شكل مستفز أو بقى شكل جمالي. ده بقى الإيه الصورة بتاعت الستينات. صحيح، احكي لنا بقى الصورة دي. الصورة دي اللي هو بنتكلم فيه مقاييس جمال. مقاييس الجمال تعتمد على ايه؟ رقم واحد، رقم واحد احنا مش بننحت ناس سمنة او ناس ممتلئة، احنا بنظبط اشكال وليس بنخسس اشكال. يعني انا مش جاي عشان حد يقول لي انا عاوز اخس. طيب، كتير او من الناس نفسها توصل للشكل ده، تخس وتلعب رياضة بس بتعرفش توصل لهذا الشكل. طيب ايه المشكلة؟ بيبقى عندهم سوء توزيع في الدهون او ترهلات او ترهلات ودهون على حسب المشكلة اللي عند العيان. وهنا يجي بقى اسلوب النحت. يعني ايه اسلوب النحت؟ النحت يا جماعة مش معناه ان هشفط واحد، ده خطوة واحدة من خطوات كتير بتتعمل. اولا لازم تحدد العيان ده محتاج ايه. يعني ايه؟ هل هو مشكلة دهون؟ يبقى الحل بتاعه شفط. هل هو مشكلة دهون وترهلات بسبب حمل وولادة متكررة؟ يبقى شفط وشد. هل هو عيان سمنة وعمل تكميم او تحويل مسار فقد وزن كتير فبقى المشكلة ترهلات؟ يبقى ده عيان مجرد المشكلة اللي عنده مشكلة جلد وده حله شد. يبقى اذا النحت هو واحدة من التلاتة دول، كل عيان على حدة. يبقى دي اول خطوة. تاني خطوة، تقسيم العظم بتاع حضرتك شكله ايه او بتاع حضرتك شكله او بتاع حضرتك شكله ايه. هل انت هو في اربع انواع كبار. هل انت العظم بتاعك اللاتن اللي هو الاكتاف تبقى ضيقة وعظم الحب يبقى عريض؟ هل هو اليوروبيان اللي هو بنسميه من فوق غايب من العظام الحوض؟ هل هو الافريكان اللي هو بيبقى الظهر بتاعه واخد منحنى جامد جدا؟ كل دي انواع العمود الفقري. العمود الفقري بياخد في التشكيل. في التشكيل. طيب يبقى احنا بنشوف الاول مشكله العين ايه، تاني حاجه بنشوف تكوين العظام بتاعه وشكله ازاي، تالت نقطه العيان ده محتاج ايه. هل محتاج نحت لكل جسمه عشان اعرف اظبط المقاسات كلها مع بعضها؟ هل في حاجات هتتعمل قبل حاجات؟ بقت النظره بتبص للعيان مش انا جاي عشان اعمل منطقه كل واحده. لما العيان بيجي يقول لي مثلا انا او العيان دي تقول لي انا بطني مضايقني يا دكتور، طيب انا عاوز مش بقاش اشوف البطن بس، بقيت بشوف مقاييس الجسم كلها. هل لو عملت البطن دي هل مقاييس الجسم هتبقى مظبوطه عليه ولا مش مظبوطه عليها؟ فاذا يبقى اول حاجه احنا بنشوف العيان مشكلته ايه، تاني حاجه بنشوف مشكله التقسيم العظم بتاعه عامل ازاي، تالت حاجه بقى نبتدي نرسم للعيان بلان هنعمل له ازاي. هل البلان دي هتبقى على مرحله واحده ولا كذا مرحله؟ اغلبيه العيانين البصاب بتبقى مرحله واحده، مجرد نحت للبطن والظهر والخصر وحقن دهون في اماكن اخرى بحيث ان ندي الشكل الانسيابي اللي احنا بنقول عليه اللي يتناسب مع شكل العظم بتاعه. وبقت العمليات دي بتتعمل بدون الم. هسمعك سؤال لهاني عفيفي دلوقتي، ودايما النقطة المهمة جدا في التثقيف في عالم التجميل هو مفاهيم الغلط. مفاهيم الغلط دي ثابتة عند الناس ما بتتغيرش، حتى الناس المثقفة تلاقيهم ييجوا يسألوا فيها تاني. تعالوا نسمع هاني. دلوقتي ما بقتش جراحات التجميل رفاهية، خصوصا مع الأثر الكبير على نفسية المريض. بعض الناس بيعاني من الاكتئاب المزمن بسبب تشوه خلقي ممكن يؤدي به إلى الانطواء والانزواء، وجراحة التجميل بتكون العلاج النفسي الضروري لرضا المريض عن ذاته وإقباله على الحياة.
وبرغم كل التقدم العلمي والتكنولوجي اللي وصل الإعلام الطبي والثقافة الطبية لكل البيوت في العالم العربي، لسه في ناس بتربط جراحات التجميل بس بنجمات السينما أو بسيدات المجتمع الراقي، ولسه في معلومات مشوشة ومفاهيم خاطئة كتير عند الناس عن عمليات التجميل. إيه أبرز المفاهيم الخاطئة في مجتمعنا العربي عن عمليات التجميل؟ بما ان احنا بنتكلم على التعامل مع القوام، ايه ابرز الحاجات اللي بتيجي لك تقول لك كلام غلط عن التعامل مع الترهل بالترتيب؟ جايبه صوره بتوجهها لي وتقول لي عاوز انا بكلمك باللي بيحصل. ما احنا عملنا كده النهارده. جايبه صوره بتوجه هم معذورين. ما احنا عملنا ايه النهارده؟ احنا جايبين لبليمه وجايبين، بس احنا جبناهم عشان نقول كويس. انت احلى صوره ليكي الشكل الطبيعي بتاعك بشكله الانسيابي، ما تبقيش شكل حد تاني، ده رقم واحد. تاني حاجة أنا عاوز أشفط بس. نشدش. يا ستي ما ينفعش إيه الشفط مع حضرتك، لازم شفط وشد. لا أنا مش عاوز أشد. دي عملية ولا مش؟ قلت له يا فندم دي عملية ودي عملية، والاتنين بيبقوا تحت تأثير مخدر موضعي، كل أعمال النحت دلوقتي تحت تأثير مخدر موضعي. فلو سمحتي خلينا نعمل صح عشان تطلعي بالنتيجة اللي أنت عاوزاها. تلات حاجة، جسمي كله مرة واحدة. أقولك على بالترتيب الأشياء. ليه جسمك كله مرة واحدة؟ طبعا هقولك حاجة صغيرة، أنت عارف لو عملت جسمك كله مرة واحدة ده يعرضك للخطر. ممنوع تعريض العيان للخطر في عمليات التجميل. ممنوع نفقد دم كتير في عمليات التجميل. طب هقولك الأكتر من كده، أنا لو عملت جسمك كله ده مصلحة ليا مش مصلحة ليك، لأني مش هتحكمي على شغلي. ده لما أعملك حاجة حاجة على الأقل هتحكمي على شغلي، عجبك هتكملي، ما عجبكيش ممكن تروحي لدكتور إيه تاني. فده لمصلحتك انت مش لمصلحتي. ايه انا رقم خمسة، العيانة تيجي تقول لي انت عملت لصاحبتي كذا فانا عاوز اعمل زي ما صاحبتي ايه عملت، وشمعنا صاحبتي طلعت كذا وانا ما طلعتش ايه كذا، ودي بقى فيري كومن جدا. طب يا فندم هو حضرتك اسمك زي اسم صاحبتك، جيناتك زي جينات صاحبتك، انت شكلك حلو في الشكل اللي انا طلعه لك وهي شكلها حلو في الشكل اللي هي ايه هتروح، مفيش بني ادم زي التاني. دي من اشهر المفاهيم الخاطئه اللي هي على نحت القوام. انت اسعدتني، ربنا يخليك لتوعي، ورجعتنا للستينات. ده هو ده التيب بتاع دلوقتي، سيكستيز. رجعنا دايما الستينات ليها يعني الاتراكشن بتاعها. بالظبط، سبحان الله. السبعينات ملهاش نفس الجاذبيه، السمبلستي. الثمانينات دايما يسموها الفترة القبيحة في حياة العالم، لبس وحش، مش موضة. الثمانينات كده فعلا، الثمانينات موسيقى. انا ما حضرناش الكلام ده خالص يا دكتور ايمن، صح؟ يا باشا احنا حضرنا، انت ما حضرناش، احنا اصغر من كده. السبعينات والسبعينات بلكش انت حضرت او قرينا انه الثمانينات كان دايما يسموها، انا بعتقد انا ده 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 الكونسبت بتاعي، فترة القبح في عالم، حتى في عالم صناعة الأفلام في السينما، يعني الثمانينات اتعملت فيها بعض الأفلام. السينما المصرية اتعملوا 3-4 أفلام حلوين في الثمانينات كلهم، تخيلوا 10 سنين. كان بيسموها سينما المقاولات. سينما المقاولات. الثمانينات بيسموها كده فترة. يعني لولا مثلا عاطف الطيب في الوقت ده ومحمد خان وناس معينة، هم دول اللي عملوا سينما حلوة في الثمانينات، لكن غير كده لا. ما كانت في الثمانينات بداية الفوضى في حاجات كتير، لكن دلوقتي بدأنا نرجع للشكل الجميل، للبساطة، الانسيابية، الأنوثة في الست والرجولة في الرجل. ولو ان بقى كان السبعينات الرجالة كان في حاجة غلط بتحصل في اللبس وفي الشكل ومش عارف عاملين ازاي، بقى رجع دلوقتي البطان شغل ستون. براثيل. نورتني، ربنا يخليك يا دكتور. ده ضيف العزيز، الصديق والزميل العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحاب، كان ضيف في الناس الحلوه. خليكم على الناس الحلوه. الجدر ده اكتر حته حساسه مع اي مؤثرات، هيبدا يحصل له تهيج للعصب، بدا البني ادم ياكل بطريقه مش مظبوطه، فبيأثر على مفصل الفك بطريقه مش مظبوطه لان هو بيحمل غلط. التركيبه المتحركه اصبحت الان المفروض في العلم الحديث شيء نادر. انا الدكتور كريم مكادي مش دكتور علاج جذور، وانا بقولها دلوقتي انا مش دكتور علاج جذور.
دراسة السنان ورسمة الأسنان دي بتنم عن سلوكيات البني آدم اللي قدامنا. التشخيص السليم، التكنولوجيا فيه شرط أساسي وركن ركين. بيهتم بأناقته، مفيش حد بيبقى أنيق وأسنانه بايظة. هو مش شكل بس، أنا عايز شكله وفانكشن وكل حاجة. من يقوم بعلاج الضب عن طريق الجراحة؟ الضب بسبب العض ده لازم جراحة. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. أهلا بكم. الأسنان تعبر عن صحة الإنسان، ده في دماغ كل الناس، وعلى فكرة ده موروث ثقافي مشهور جدا جدا في دماغ الستات والرجالة. وكان زمان، كان زمان الحما أو الأم الراجل عشان تختار لابنها عروسة لازم تختبر سنانها. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا الفكرة اللي في دماغ الناس عن الأسنان فكرة واقعية جدا، طالما الأسنان جيدة وقوية الصحة أكيد في حالة متميزة وحالة جيدة، والعكس لو الأسنان ضعيفة دلالة على أن الجسد كله ضعيف. الأسنان الضعيفة، الأسنان الهشة دلالة على أن العظام ليست بحالة جيدة، الجهاز الهضمي لن يكون جيدا. ولذلك الاعتناء بأسنانك اعتناء بجسمك كله. هي هذا المضمون سيأتي أكيد في حلقتنا اليوم مع ضيفي العزيز، اسم متميز وما شاء الله أداء رائع وحضور علمي يعني بيبهرني، وأيضا بنسمع تفاصيل دقيقة للغاية في حوار أعتقد أنه استثنائي ومباشر، والنهاردة هيكون جريء جدا كمان. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي، اهلا بك يا دكتور كريم. اهلا بك يا دكتور ايمن. ايه رايك في المشهد الكلاسيكي ده؟ انا موافق جدا على الكلام ده طبعا يا دكتور ايمن. خلي بالك يا دكتور ايمن، الاهتمام بالاسنان بيدينا فكره عامه بالاهتمام بالصحه. يعني اللي بيهتم باسنانه معنى كده ان هو بيهتم باكله، بيهتم بقلبه، بيهتم بكل حاجه في جوانب صحته. والفم هو المدخل الاساسي لجسم البني ادم. يعني انا عندي اسنان كويسه يبقى انا باكل كويس، ما عنديش اي مشاكل في الجسم. انا عندي اسنان مش كويسه معنى كده ان انا عندي في هايجين مش كويس، يعني في بكتيريا في البق اللي هي بتنزل في الجسم وفي الدم بعد كده. معنى كده ان انا باكل بطريقه مش مظبوطه بتنزل في البطن تعمل لنا مشاكل في الهضم. معنى كده ان انا البنيان الجسم كله تهد لو الاسنان مش مظبوطه. فانا موافق جدا طبعا على الكلام ده، ولازم كان الاختبار ده يكمل لحد دلوقتي طبعا. لا هو على فكره ماشي في يعني في البلاد الارياف، في البلاد الريفيه بيعملوا الحركه دي. طبعا بيعملوها بس بيعملوها بحرفنه يعني، لكن هي بتتاخد وبتتعمل والحقيقه مؤثره وصحيحه، وساعات بتبقى النتيجه عكسيه، تيجي البنت تكسر الحاجه سنتها تتكسر، جوازه تبوظ. مش جوازه بس. جاهز للابيض والاسود والرمادي؟ يلا ده في افلام وفي فوازير، ده قصص كتير. لا لا لا، في موال جامد. تعالوا نشوف الابيض والاسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الإنسان بيمشي في حياته رحلة، عايز أقول لك إنها رحلة أشبه بتحدي الزمن والمحاولة للحفاظ على إن أسناننا تبقى كويسة، لكن الزمن قاسي طبعا. الزمن يسوس سنانك، الزمن يكسر سنانك، الزمن يصغر حجم السن، الزمن يفقد السنان. في النهاية المحصلة إنه الإنسان لما يمر عليه وقت يدخل في الخمسينات والستينات يلاقي الزمن نال من أسنانه بطريقة واضحة. كلام ده أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ والله هو يعني خلينا نعتبره رمادي، لأن لو الإنسان بيهتم بأسنانه جيدا، لو هو مواظب على زيارة الطبيب، هو هيقدر يحافظ على أسنانه مدى الحياة.
ولو خسر سنانه في فتره من الفترات نتيجه مرض هو مش بايديه، طبعا احنا ضغوط الحياه كتير جدا، فالسكر والضغط بقى الامراض بتاعت الشعب المصري كلها، ولو هو ما كانش عارف لفتره فبقى uncontrolled يعني بقى يوصل لارقام كبيره هيبدا يخسر سنانه. بس خلينا نقول ان التكنولوجيا والمهاره والتكنيكس الحديثه خلت ان البني ادم يقدر يعيش بسنانه المدى لحد اخر عمره. يعني مثلا احنا زي ما احنا شايفين هنا الراجل ده جه بالصحراء اللي احنا شايفينها فوق على الشمال دي، خلينا نسميها صحراء، وده يعني مع كامل الاحترام ان هو ما عندوش سنان، هو مش قادر يتعايش، هو مش قادر ياكل، مش قادر يتكلم، مش قادر يعيش سنه. احنا طبعا تدخلنا هنا هو بعد ما عملنا الاشعاعات بتاعتنا بدانا نزرع له الاسنان بتاعته، بعد ما زرعنا العظم اللي هنزرع جواه الاسنان بتاعته زي ما احنا شايفين الصوره اللي تحت على اليمين دي الزرعات بعد ما اتحطت. بعد ما الزرعات دي اتحطت قدرنا نحمل عليها الاسنان وخرج بالمنظر زي ما احنا شايفين فوق على اليمين المتميز الكلاسيكي طبعا الطبيعي الناتشرال كل حاجه. وده خلي بالك احنا هنا احنا التكنولوجيا والعلم والتكنيكس الحديثه خلت مفيش حاجه اسمها عمر في القصه دي ولا حاجه اسمها امراض. يعني احنا الراجل اللي فات كان عنده سكر وكان في فتره من فترات ان كنترول، هو اللي خلاه يوصل للمنطقه دي، وقدرنا ان هو دلوقتي بعد ما ظبط سكره ان هو يعيش حياته الطبيعيه. برضو زي ما احنا شايفين البق فاضي خالص مفيش اي اسنان، وده برضو كان نتيجه سكر وعدم اهتمام بالاسنان والكلام ده كله، وقدرنا ان احنا نزرع له ونوصل للمنظر اللي احنا شايفينه تحت. ده صوره الزرعات اللي فوق دي، ده الجسم بتاع الزرعيه اللي هو بيبقى جوه الفم، ده بنسميها الاباتمنت، ده اللي بيتحمل عليه التركيبه بعد كده. نقدر نقول انه العلم نال مما نال منه الزمن طبعا، استطاع ان يسيطر على افعال الزمن بشكل كبير جدا. زي ما احنا قلنا اي بني ادم من حقه انه يقعد بسنانه طول حياته. برضو البي ار اف دلوقتي مهم في الزراعه طبعا طبعا طبعا، ده مهم جدا للعظم اللي احنا بنحطه على الزراعيه في حاله ان احنا مفيش عندنا عظم. عظيم. هروح للافلام بقى، تعالى بقى اشوف بقى اوريك الافلام بقى الجميله بقى. طيب مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ مين اللي اقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ الدكتور اللي هو بيجي له المريض بعد ما يعمل الاشعه المقطعيه بيلاقي الجيب الانفي بتاعه كبر وبيلاقي العظم اللي تحتيه صغير جدا، فبيقدر يرفع الجيب الانفي ويحط زرعايته في امان وسلام ومفيش اي مشاكل دون وضع في الاعتبار اي مشاكل مقابلاه. عظيم. مين اللي تقول انه عمل ارتكب الجريمه الكامله؟ الجريمه الكامله دي لسه كانت عندي الاسبوع ده. جالي مريض سنانه كانت، هو بيوريني صور قبل ما يشتغل، سنانه كانت مرصوصه وجميله جدا، يعني كل التجميل اللي فيها محتاج يا اما يعمل شويه تبييض او يركب فينيرز اللي هي العدسات الخزفيه عليها وخلاص خلصت القصه. جه الدكتور قام جاي طخ 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 حضر السنان كلها وبدا يعمل عليها تركيبات ثابته. المشكله مش كده بس، ان هو عمل علاج عصب تحت الاسنان دي كلها، يعني هو اقنع المريض ان هو يعمل له علاج عصب في اسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات. الدكتور ده اساسا مش دكتور علاج جذور. فالنتيجه كانت ان علاج العصب مش معمول مظبوط. فالنتيجه كانت ايه؟ المريض جاي لي وشه قد كده اهو. فطبعا دي جريمه كامله من كل النواحي. ملتهب. ايوه طبعا. دي كده عامله زي ما يكون واحد عنده بيت حلو خالص، بيت حلو خالص وحش اقترح عليه، لا ده حد اقترح عليه قال له لا لا ده بيتك ده وحش نهده لبنيه تاني مثلا. حلو كلام، راح هدده له ومش بناه له بقى، ده عمل له كارثه. طب يعني مفيش بنى اساسا، اه يعني لا اساس ولا بتاع، عملوا له كده راح واقع، هو بوظ السنان كستراكشر من بره وك شال العصب والاوعيه الدمويه اللي بتغذي السنه، فالسنه خلاص. وغير كده عمل انفكشن تحت السنه، فاحنا مطالبين دلوقتي ان احنا نعالج الانفكشن ونعالج علاج العصب البايظ وبعد كده نشوف هنعمل ايه من بره. هنا يعني ده الفيلم الجريمه الكامله، بس شارك المريض فيها لانه وافق. طبعا انا موافق. طبعا الطمع في ان انا اعمل حاجه بيرفكت قوي. طب انت بيرفكت؟ لا ده قوي، انا عايز القوي قوي، ما انت مش عارف ايه هو القوي قوي ده. هو احنا هنا هنقول عليه ان هو مشارك في الجريمه بس بنسبه قليله، ان هو مش فاهم برضه. المريض ده مريضه ولا مريض؟ مريضه. مريضه. طيب عليا. انا عارف انها كانت مريضه. المشكله برضه عارف ليه يا دكتور ايمن؟ ان الدكتور اللي عمل علاج عصب للاسنان دي كلها، طبعا ده حاجه اجريسيف جدا ودي جريمه يعني كبيره جدا، هو عمل كده ليه؟ وعمل كده عشان لما يجي يعمل تركيبه مش مظبوطه، لما يجي يركب حاجه مش مظبوطه بتسرب حاجه، المريض ما يقولوش الساعه والسخن بيوجعني.
لان معنى كلمه الساقع والسخن بيوجعني ان التركيبه مش مقفوله، ومعنى كلمه التركيبه مش مقفوله معنى كده ان هيخش جوه بواقي اكل وبواقي عصاير وشرب والكلام ده كله، هتسوس السنه اللي تحتيها وتبوظها. لا دي مش جريمه كامله، ده خطه دي جريمه نازيه يعني دي كارثيه. طب لا بوريه عرفني مين ده بعد الهوا عشان بعد الهوا هروح له هروح له يعني هروح انا اكيد ما اعرفوش بس هروح له هجيبه يعني. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ طيب يعني في هنا كذا كذا متهم وكلام فظيع يعني. من يروج انه التركيبه افضل من الزراعه؟ مش موافق خالص. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ خلينا نقول يعني ان هو متهم لان في بعض الاحيان الصغيره بنضطر ان احنا نعمل التركيبات. زي ايه مثلا؟ حد عنده uncontrolled diabetes، الراجل مش مظبط السكر بتاعه، مش هقدر احط له زرعال لان هي هتفيل، لكن لو مظبط السكر طبعا هنقدر نحط له زرعال، لان الزرعات دلوقتي بقى فيها تكنولوجيا عاليه جدا زي معالجه السطح، زي المعالجه بالجاما ريز، ممكن يستخدم البلازما، كل ده هيساعد على ثبات الزرعيه. مثلا حد عنده مشاكل في الدم، حد حصل له راديو، حصل عمل علاج اشعاعي او علاج كيماوي، كل الحاجات دي احنا ما نقدرش نزرع معاها. فبنضطر نروح للتركيبات الثابته. بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله هيبقى طبعا الدكتور جاني، لان هو كان هيحط له زرعيه اللي هي تحافظ على العظم بتاعه، هتحافظ على ثبات الاسنان حواليه، الدنيا كلها هتبقى كويسه. زي ما احنا شايفين هنا احنا عندنا السنتين الاماميتين او لا هنا الاربع الاسنان الاماميتين مش موجودين، فحطينا له الزرعتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعه تقريبا، بعد كده حمل التركيبه دي في خلال الاسبوع نفسه، فالدنيا وبيمشي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب دي زرعيه فوريه. زرعيه فوريه دي المريض يقدر لو احنا لسه خالعين دلوقتي حالا نقدر نخلع ونحط مكانها زرعيه في نفس الوقت ونركب السنه في نفس الوقت، المريض بيخرج بالسنه بتاعته. فده يخلينا نروح لحته مهمه جدا، لو في حاجه لو في سنه هوبلس خالص، هل اخلعها وبعد كده افكر في الزراعه؟ لا، انا مع تفكير في خلعها لازم اكون بفكر ان انا هزرع الايميديت امبلانت دي. اذا سنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ لو كان عدد الاسنان المفقوده كبير تجميل التركيبه هتكون هي الحل في هذه الحاله او في حاله فقد اسنان كتير، دوام ولا شك ولا يقين؟ لا هو يعني لو احنا ما فيش حاجه تمنع من الامراض اللي هي امراض الدم اللي هي انكنترول والكنترول دايابيتس او عنده هشاشه عاليه مثلا في العظم، لا يبقى الحل الامثل هي الزراعه طبعا، لان الزراعه هي اللي بتحافظ على العظم، بتحافظ على ثبات الاسنان اللي حواليها، بتحافظ على الرصه. بينما لو هو كان عنده مشكله من المشاكل دي بنبدا نتدخل بالتركيبات الثابته. زي ما احنا شايفين في انهيار في الاسنان الموجوده فوق، ده ما حصلش فقد، لا ده هنا السنان اتكسرت، فبنبدا نبنيها مره تانية ونبدا نحمل عليها التركيبه الثابته تحت. طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط، بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا، واللي بينقل بعد كده للسرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجوده تحت دي. البي ار بي دلوقتي تقنيه رائعه جدا لضمان نجاح عمليات الزراعه. انا موافق جدا. البي ار بي من اهم مميزاتها الجروس فاكتورز اللي فيها، اللي هي عوامل النمو، عوامل النمو فيها وعوامل الهيلينج اللي هي الشفاء فيها. ده بيساعدنا على ايه؟ بيساعدنا على تحفيز العظم ان هو يبني، بيساعدنا على تحفيز الانسجه ان هي تبني. زي ما احنا شايفين هنا اهو في اللقطه اللي في الاشعه اللي فاتت، الزرعات بتاعتنا العظم حصل له نمو كامل ده في خلال 3 اسابيع، ودي نتائج مش موجوده، يعني ما كانتش موجوده قبل البي ار اف. حصل كومبليت هيلينج للعظم حوالين الزرعيه. فطبعا ما اقدرش استغنى عن البي ار بي والبي ار اف، البلازما عامه بالمستخرجات بتاعتها ما اقدرش استغنى عنها. عندي بقى فوازير مهمه قوي، فوازير استنى بقى ملاقي لك فزورتين حلوين كده. عجبني اللعب ده. لا 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 ده الفوازير حلوه قوي. الفزوره الاوليه ماده. ماده. الماده دي يعني مشهوره جدا ومعروفه جدا. ناس كتير يمكن ما اجي اقول له ماده كذا في الاسنان ما يقولش غيرها، يعني هي ماده واحده بس الناس عارفاها
كلاسيكيين وقديمه من زمان قوي. الماده دي معرفش بقى دلوقتي انت تقول عليها ايه. انا قصدي على انهي ماده بقى؟ اول حاجه قصدك على التيتانيوم. ايوه التيتانيوم. ايوه بتلاقي ايه بقى التيتانيوم؟ التيتانيوم هو الجسم بتاع الزراعيه. هو الجسم بتاع اي بروسيسز عامه. ليه؟ لان هو بيحفز العظم ان هو يبني عليه. هو ازاي اكتشفوا اساسا ان التيتانيوم ده هينجح في زراعه مثلا الركبه، مفصل، زراعه اسنان، الكلام ده كله؟ كانوا عايزين يشوفوا الدوره الدمويه بتاعت ارنب. فزرعوا كاميرا صغيره محطوطه في هاوزنج او محطوطه في غلاف معمول من التيتانيوم. لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا ان العظم بنى على الهاوزنج ده. فمن هنا بدات السكه دي كلها، البرانش ده كله اللي هي الاستعاضه مستخدمين التيتانيوم. هما لقوا ان العظم بيحب التيتانيوم. بالظبط كده. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال سهل جدا لان احنا متكلمين عنه، ماده دلوقتي بتحبوها جدا جدا، ليها فوائد استخداميه جباره، و زي ما بيقولوا من دقنه وفتله من الانسان. هي طبعا تي ار اف. طبعا ايوه طبعا. ايوه سهله قوي طبعا. دي محبوبه الدكاتره يعني. اصل دي يعني سهلت كل حاجه. قصرت الوقت في كل حاجه، عملت النتائج المثاليه. انا باخد من جسم البني ادم حاجه بتاعت البني ادم بتساعد ان هو يحصل النمو التام، تساعد على نجاح الزراعيه. دي رفعت نسبه نجاح الزراعات بنسبه كبيره جدا. رفعت نسبه نجاح زراعه العظم بشكل كبير جدا. فطبعا البي ار اف دي من اساسيات طب الاسنان دلوقتي. الحقيقه انا بستمتع بحوارك جدا، حوار سلس، ومستمتع بقى ان انا جبت لك الافلام والفوازير لان دي طلعت ملفات واضح انها بقت تبقى كتيره عندكم. ملفات عار، ملفات جريمه كامله، ملفات منسيه، ملفات مهمه جدا. وبيعجبني فيك ان انت بتحكي بقى القصه بدقه يعني ده انت بتيجي، واعتقد في المرات الجايه بقى كل ما تيجي في ايدك جريمه تقول بقى خليها يا عم دي كده. خليها ليوم الاثنين الجاي نحكي فيها. انا عاجبني جدا شكل البرنامج بالفوازير والاسئله دي. ده بيخلي فيه حركه جامده بيننا وبين بعض يعني. لا لا ولسه بقى لا لا واللي جاي احلى. لا ولو والانتروهات والحاجات اللي بتبقى في اول واحنا بنعمل بنحاول ان احنا. وعايز اقول كمان ان الاعداد ابديتد جدا، هو فاهم طبعا. انا عاجبني ان هو بيتكلم على البي ار اف. بي ار اف في دكاتره فعلا كتير ما يعرفوش يعني بي ار اف. زي حاجه يعني ذا موست ريسنت استخدام البي ار اف في الزراعه. في دكاتره كتير جدا ما يعرفوش الكلام ده. فما شاء الله انت نورتنا واسعدتنا. وانا دايما بقول دائما يعني كل اسبوع وكل يوم بتثبت لي ان اسم يضع بقوه مكانه كبيره بين الكبار في عالم الاسنان. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوه. خليكم